نبدا انا معناها مغرب مباشره. تفضل سيدي. ايوا اهلا. كيفاه؟ تفضل سيدي. استمعت لكم. هاي طبيعي جدا انا هذا اللقاء اولي بين الحكومه وبين المكتب التنفيذي الوطني. كان لقاء معناها الصراحه المتناهيه. كنا لفهم تعقيدات الدوله في مستواها الاقتصادي والاجتماعي، ولمسنا هناك اراده من الحكومه للمضي قدما نحو معناها حلحله كل الملفات. وهناك معناها عناوين، العنوان الاول في المستوى الاجتماعي التزام الحكومه باستمراريه الدوله، وهذا ايجابي وهو يعطي ثقه للتعاون في المستقبل. هناك عديد الاتفاقيات سوف تصدر تباعا في ملف من الملفات كذلك نتاع اشكال العمل الهشه، هو ملف الحظائر. تاكد الحكومه ان شاء الله فهمني اقصى اجل هو 15 ديسمبر تصدر الدفعة الأولى اللي هي رقمها تقريبا في حدود 6000 لعمال الحظائر. أكدنا كذلك على الأجر الأدنى المضمون، وتبنت السيدة رئيس الحكومة شخصيا لهذا المطلب. واتفقنا هناك كما تعرفوا بعض المحاور اللي بدنا فيهم تقريبا جلسات ملامسة أولية اللي حول معناها إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة فيما يتعلق بمسالك التوزيع، فيما يتعلق كذلك بالعداله معناها الجبائيه، وكذلك بالدعم. ثم اقتراح الحكومه ان اضافه بعض المحاور الاخرى سيقع اعلامنا بها في بعد اسبوع، ثم سننكب جميعا لما فيه مصلحه بلادنا من الاصلاحات الضروريه اللي تاسس الى دوله مدنيه ديمقراطيه اجتماعيه. وهذا اليوم هناك روح مسؤوليه بين الطرفين من اجل المضي قدما في إنقاذ بلادنا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. هناك ملف من الملفات المؤكدة كذلك هي ملف الطاقات المتجددة. هناك جلسة ستعقد يوم الجمعة بين الأمين العام المساعد المسؤول على القطاع العام وبين الجامع العام للكهرباء والغاز، وإن شاء الله فهمني حلحلة هذا الملف في الاتجاه الإيجابي من أجل أن اليوم توجه نحو الطاقات المتجددة وحول كذلك مكانة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا تقريبا محور هذا اللقاء. وهناك لقاءات مرتقبة أخرى حسب معناها اللجان اللي مش تتنكب على عديد الإصلاحات اللي كما ذكرتها، بعد ما تكون الحكومة تدرس ما هي طبيعة المرحلة واستحقاقات المرحلة في إضافة بعض المحاور الجديدة إذا ارتأت ذلك. كلنا استعداد على الروح الوطنية، على بلادنا اليوم في أمس الحاجة إلى كل طاقاتها من أجل التضامن الوطني، من أجل كذلك أن مكانة تونس عندنا كل مقومات النجاح. علينا أن نستثمر كل هذه المقومات من أجل أن باش ننهضوا باقتصادنا بالوضع الاجتماعي نتاعنا ومدرستنا العمومية وقطاعنا الصحة بوضعنا البيئي. كلها محاور معناها شائكة، ولكن هذه المحاور الشائكة بالصدق وبالإخلاص وكذلك كذلك معناها نمشي مؤتمنين كلنا فهمني مع بعضنا بدون مخاتلة، ونتعلم من الأخطاء السابقة ونبني نحو مستقبل أفضل لتونس بحول الله إن شاء الله. احنا الاتحاد مقررات ومقررات مؤسساتية، والبارح ممكن لأول مرة أتدخل في قناة أجنبية خارج حدود الوطن للضرورة فهمتني وقت لتوضيح تلك المسائل، لأن تلك المكالمة حملوها أكثر من مما تحتمل. فالبعض أراد أن يستمر أن يستثمر تلك المكالمة أنه من خلال الحراك اللي وقع البارح اللي هو حق مكتسب لكل تونسي وتونسية في إطار التظاهر السلمي، من يؤيد معناها قرارات 25 جويلية ومن يكون من هو ضد قرارات 25 جويلية، فهي دلالة على معناها اليوم على الممارسة الديمقراطية ومختلف التعبيرات الصادرة.
ولكن ارتأيت أن أوضح بأنني أنا من اتصلت بالسيد رئيس الجمهورية، بطبيعة الحال هو رئيس السلطة التنفيذية الآن حسب المرسوم 117، عندنا جلسة مع الحكومة لابد من الإعداد لها معه، وكذلك تبادلنا في مختلف الجوانب أن موقف الاتحاد واضح، نحن لا رجع لما قبل 25 جويلية، احنا قلنا الوضع تعفن، انتهى الوضع، علينا اليوم أن نستغل تلك المرحلة في إطار تشاركية وفي إطار تسقيف الإجراءات الاستثنائية وفي إطار معناها فهمنا التشاركية في صياغة قانون انتخابي جديد، وأنه لابد أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لابد أن يكون لنا مجلس تشريعي ومؤسسة تشريعية، انتخاب معناها كيف محكمة دستورية، ثم بعد ذلك إذا هناك بعض النقاشات تكون تبقى داخل المؤسسات الدستورية. هذا الموقف اللي عبرت عليه، وأكيد جداً أنا قلنا دائماً ما نعطيه السك على بياض، إحنا مع 25 جويلية، ولكن في المستقبل هناك قراءة نقدية سنتفاعل، معناها تفاعلاتنا نبنيها على ضوء ما سيطرح منها من مؤسسة الرئاسة في المستقبل، وكذلك ما سيكون معناها تفاعل الإيجابي في إطار التشاركية وفي إطار صياغة المضامين، ونلتقي على قاعدة الاختلاف في الرأي، منا هذه هي تونس اللي نحبوها الكل، ورغم ما عندناش خيار إلا باش نعيشوا فيها البلاد هذه، نحافظوا عليها، نختلفوا مهما كان، ولكن القرار لابد أن يكون تونسي تونسي، وهذا ليس معناها بصعب على كل التونسيات والتونسيين اللي ينبذوا العنف، اللي يمنوا بالحوار الهادئ والهادف واللي يفضي إلى نتائج، كفانا من المركفات، والحل ليس في الشارع، والحل نعاود نأكد هو قوة النباهة، قوة الاقتراح، قوة التفاعل وقوة الخير اللي تكون دائما موجودة. المرحلة هي مرحلة معناها رزانة، مرحلة معناها حكمة، وكل عائلة كبيرة إذا عندك أولادك صغير ولا إنسان معناها حاد على السكة، أنه قدرك كرب أسرة أن تستقطب أبنائك وأولادك داخل العائلة هكاك كيف بالنسبة لرئاسة الجمهورية، أن اليوم لزاما أنه هو اللي وحد التوانسة حول مشروع وطني نمضي فيه قدما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. هو في الحقيقة كما قال السيد الأمين العام، اليوم انطلقنا في أول جلسة حوارية مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، كنا حريصين جدا، والسيدة رئيس الحكومة كانت حريصة جدا منذ البداية على أنه الحوار يكون حوار فيه صدق، مبني على الصدق، لأنه كان نحبوا ننطلقوا في عمل تشاركي ونكونوا قادرين مع بعضنا نحطوا اليد في اليد ونتجهوا بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية ونحو تحقيق مطالب شعبنا. لازم نعمل في إطار شراكة وفي إطار عمل تشاركي نلقاو فيه الحلول مع بعضنا، نحطوا اليد في اليد ونسارحوا بعضنا بالحقيقة. الحقيقة هي اللي اليوم الوضعية متاع البلاد هي وضعية دقيقة من عديد النواحي. النواحي هذه تم دراستها في مستوى الحكومة، وحاولنا أنه في جلسة أولى اليوم دون الخوض في عديد التفاصيل الإشارة بطريقة برقية أنه الوضع دقيق، وهذا يتطلب أنه كلنا مع بعضنا نجلسوا حول طاولة الحوار. الأخيين في الاتحاد أكدوا على أنهم عندهم الاستعداد التام أنهم ينطلقوا معنا إذا توفرت الصراحة وتوفرت الأمانة وتوفرت النزاهة، ونحن أكدنا لهم على توفر نية الحكومة في أنها تعمل بصدق في فتح جميع الملفات الحقيقة اللي هي فيها اختلاف كبير، من الإصلاحات الكبيرة للملفات الاجتماعية اللي ما نطمحوله اليوم في بلادنا، من إصلاح التعليم، من إصلاح المنظومة البيئية متاعنا بطريقة شاملة، من إصلاح المؤسسات العمومية اللي عنا في بلادنا. كما تعرفوا اليوم هذا كان حوار أول، الحقيقة كان إيجابي ودار في أجواء ممتازة، واتفقنا على منهجية متاع عمل باش نعملوا بطريقة تشاركية في إطار لجان مع بعضنا إن شاء الله باش تتقدم هي بالمقترحات، مش باش يكون العمل هذا ياخذ فترة طويلة للانطلاق، لأنه اتفقنا على أجال محدد، وفما نقاط اتفقنا عليها اللي هي التزام اللي أكدت عليه السيدة رئيسة الحكومة في إطار استمرارية الدولة بالاتفاقيات، واتفقنا أنه هذه الاتفاقيات سيتم تفعيلها تباعا، بما في ذلك اللي أشار لها السيد الأمين العام في علاقة بملفات
عمال الحظائر وجميع الفئات والأجر الأدنى وجميع الفئات اللي من أبناء شعبنا اللي اليوم نعرف ونحن واعيين بالوضعية اللي هي تعيش فيها. نحن إن شاء الله سنعمل بكل جد وبكل صدق وبكل إخلاص على الجلوس معا لإيجاد الحلول بطريقة فيها كثير من الصراحة، كثير من الشفافية، ربما أكثر صراحة وأكثر شفافية، لأنه نحب اليوم أبناء شعبنا على مختلف مشاربهم يكونوا واعين بالوضعية الحقيقية للبلاد اليوم اللي هي تتطلب أنه كلنا مع بعضنا نساهموا في إنقاذ بلادنا، على خاطر تونس تستحق اليوم أن كلنا مع بعضنا نفهموا اللي راهو وصلنا النقطة نجم نقولوا عليها دقيقة جدا، وهذا يتطلب منا اليوم نجد الحلول اللي عنا مدة نفكروا فيها لأسباب مختلفة ما فماش مجال اليوم باش نأتي على ذكرها، لم يتم السير قدما في هذه الحلول. اللي نحب نقوله اللي الحلول هذه راو لن تكون بطريقة مسقطة، وإنما ستكون بطريقة تشاركية فيها حوار جدي، حوار يكون على أسس علمية، ولقينا من الخيان في الاتحاد مقدرة كبيرة وإلمام كبير وشامل بجميع الملفات، ونحن متأكدين اللي هم باش يكونوا قوة اقتراح وقوة إيجاد حلول، وإن شاء الله الرسالة ستكون إيجابية لتونس في الداخل ولتونس في الخارج. وشكرا، هذا هو اللي سيدي. سؤال فيما يتعلق صباح الابتسام موجه للسيد الامين العام، ماذا عن فتح المفاوضات في الوظيفه العموميه والقطاع العام وكذلك فيما يتعلق بالنقده الشرائيه؟ وسؤال سيد الوزير فيما يتعلق باليوم، هناك جمله من الدعوات والمطالب لا تخفاكم اكيد، من بينها ضروره تحليل القانون عدد 38. تبدأ ولا نبدأ؟ سيد الأمين العام عندك. أنا بطبيعة الحال تكلمت على اتفاقيات المضات، وتعرفوا اللي عنا اتفاق مع الحكومة السابقة كيف في سياسة التواصل تاع الحكومة فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وناس سياسة معناها الدولة التزاماتها بتعهداتها ستكون تباعا معناها تلك الملفات معناها برمتها، وهي الرسالة الإيجابية التي سنحملها للهيئة الإدارية الوطنية. يعني لم تحدد أجل لانطلاق هذه المفاوضات في صورة لا، نحن عندنا مقبل الأجيال تحددت وفات، ثم وضع استثناء، ثم اتفاقيات ستصدر تباعا، وكذلك الملف بتبيع باش تخلق مناخ اجتماعي واستقرار اجتماعي في ظل تدهور المقدرة الشرائية وكذا، مع كذلك الانكباب على الملفات الجوهرية الإصلاحات وكذا والكل اللي احنا سنكون شركاء فيها في مضامينها في صياغتها إذا اتفقنا في هذا الكل. وبطبيعة الحال احنا مش نكونوا إلا ندافعوا على هذه الخيارات معناها اللي مش تكون في المستقبل إذا وقع الاتفاق في شأنه وفي صياغته وفي مضامينه وفي أولوياته. هو هذا هو كما قال السيد الأمين العام، الحقيقة نحن تو اتفقنا أنه الالتزامات متاع الدولة نحن ماضين فيها قدما، يبقى باش نتفقوا مع بعضنا وإن شاء الله باش نعلموكم تباعا بما نتوصل إليه، يعني محتاجين فقط منكم أنه شوية وقت إن شاء الله، لأنه المسألة تتطلب أنه نمضي قدما شيئا فشيئا، وإن شاء الله الحلول ستكون موجودة. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة.